الله عزاز زعيم حماد زليلة زعمها الله عزاز زعيم والله عزاز زعيم حماد زليلة زعمها الله عزاز زعيم والله عزاز زعيم حماد زليلة زعمها
مزن الزفر والموت بركونة للجدول سي المادة 239 زمن المحدد 120 ثانية عدد الحواجز من 1 إلى 12 مجموعهم 14 حاجز بما فيهم حاجزين مزدوجين. نتمنى لجميع المشاركين السلامة والتوفيق دائما. So ladies and gentlemen, we will be starting competition number 2 at 6:30. Defenses stands at a height of maximum 130 centimeters, according to Table C, Article 239. 18 riders will be competing in this class, the second class of the first day of His Highness Championship for 2012. We want to wish everybody safety and good luck. Yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الاتحاد القطري للفروسية، حيث بطولة قفز الحواجز على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وبيسعدنا أن نلتقي مع الفرسان لنتعرف على كيفية الجولة الأولى. كيفك ناصر؟ طيب الحمد لله. تخبرنا عن الجولة الأولى شو صار فيها؟ الحمد لله رب العالمين، شاركنا، الكورس كان جيد، الفرسان كانوا أدوا أداء جيد. طبعا جيت أنا للحين في المركز الثاني وإن شاء الله واصل، بكرة أحتاج جولتين نظيفتين عشان يا أكون في المركز الثاني ولا إذا طيح الأول أكون الأول. طبعا النتائج الحين شفناها أن الكل قريب من الثاني، اللي يطيح حاجز خلاص يرجع ورا، الله يعين إن شاء الله. ناصر الغزالي، انت حضرتك كمان والدك مدرب متميز، عم تاخذ منه افكار، عم تاخذ منه، عم يدربك، عم يعطيك معلومات فعلا انها تفيدك؟ طبعا السباق يختلف عن القفز 180 درجه غير.
ما اخذنا في اشياء تتعلق بالخيل كصحة والاشياء اخذ منها معلومات، لكن في تمرين القفز عندنا مدربين متخصصين في الجيش. اوكي، بس عدنا نلتقي كمان مع خالد. خالد عرفنا عن حالك. اسمي خالد محمد العمادي. طبعا اليوم ركبنا في كلاس الصغير اللي هو عبارة عن 45 خيال، والحمد لله ما حلفنا الحظ، قطينا اخر حاجز والحين لحد الان في الترتيب الثالث، وان شاء الله بكره ربي يوفقنا نكون، هي لازم نسوي جولتين نظيفتين عشان نحتل في المراكز الاولى. واقول التمنيات لكل الفرسان بالتوفيق، وبيض الله ويوهم على الاداء اللي اليوم سووه اللي كان اكثر من رائع. انت راضيان على الجوله الاولى؟ الحمد لله كل شيء يجي من الله زين، الحمد لله على كل حال المركز الثالث خير ونعمه. كيف هي تحضيراتك لبكره؟ والله اول شيء لازم بكره نكون حذرين اكثر من اليوم، بسبه ان الواحد لازم يطلع جولتين نظيفتين من دون اخطاء، فاكيد معظم الخيال بيدخلون من دون سرعه نفس اللي شفتوها اليوم، واقول كل التوفيق حق كل الخيال ان شاء الله. اوكي، خلينا نرجع لناصر. ناصر، ناخذ منك معلومات، شو هي الصفات اللي لازم يتحلى فيها الفارس مثل هذه السباقات؟ طبعا اول شيء الهدوء، التركيز، التمرين دائما، والتركيز هو العامل الاساسي في هالمباريات. طب هلا في شباب كثير قطريين عم يشاهدونا وعم يسمعونا، شو بتوجه لهم كلمه؟ الله يوفقهم. بتشجع الشباب القطري انهم بتشجعهم على رياضه ركوب الخيل؟ كما بنعرف هي رياضه عريقه وعربيه اوصى بها الرسول الكريم. اكيد طبعا قفز الحواجز هي من البطولات من الرياضات الجميله، وان شاء الله نتمنى ان العالم يجون ويشاركونا وتزيد المنافسه في الدوحه. أعزائي المشاهدين، كما نرى المجموعة الأولى قد انتهت والآن ستبدأ بالمجموعة الثانية، نتمنى للجميع التوفيق بإذن الله. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الآن المباراة الثانية في أول أيام بطولة سيف سمو الأمير المفدى لقفز الحواجز لعام 2012، والتي انطلقت فعالياتها اليوم، وقد شاهدنا المباراة الأولى وهذه الآن المباراة الثانية التمهيدية لمباريات يوم غد، اليوم النهائي التي تحسم فيها النتائج في هذه البطولة الغالية التي يتسابق فيها الفرسان للحصول على سيف سمو الأمير المفدى، وطبعا الاستمتاع في جوائزها الغالية في هذه البطولة والتي جاءت ختاما لفعاليات الفروسية في دولتنا الحبيبة. نبدأ مع أول الفرسان، بانتظار أول الفرسان في هذه المباراة والتي تقف فيها الحواجز على ارتفاع بحد أقصى 1.30 متر. نذكر بأن هذه المباراة تتم طبقا للجدول سي، بمعنى إسقاط الحاجز يتم فيه إضافة 4 ثواني للزمن أو زمن الجولة، ويتم تحديد المراكز طبقا لأسرع الوقت. معنا الآن أول مشاركين، الفارس سعيد ناصر القاضي وهو يمتطي صهوة الجواد ريدموند. So we're starting now with the first rider. First rider in this class riding Ridmond. سعيد ناصر القاضي. Good luck to all. واحد. اوكي هيك. طيب يلا. بس قرب لنا شوي. دير بالك حصانك هاي روحني.
12 ثانية على زمن الجولة ليصبح زمن الجولة 92.95 لسعيد ناصر القاضي وريدموند. معنا في أرض الميدان مشارك رقم واحد في القائمة راشد تويم المري وسوليتا جي بي. So the final time for سعيد ناصر القاضي is 92.95 and in the arena now riding سوليتا جي بي راشد تويم المري. امتناع لراشد المري وبالتالي للأسف تم استبعاده من هذه المباراة. حظ أوفر إن شاء الله في المباريات القادمة. في أرض الميدان الآن مشارك رقم 2 في القائمة الفارس عبد الرحمن عادل نصار والجواد لوكريد. Second refusal, so unfortunately that was elimination for راشد المري and Solita. We wish him a better luck in the coming competitions. In the arena now, rider number 2 in the list, riding لوكريد عبد الرحمن عادل نصار. ثواني لإسقاط الحاجزين 14 وبالتالي يصبح زمن الجولة للفارس عبد الرحمن نصار 72.62 جزء من الثانية. في أرض الميدان الآن مشارك رقم 3 عبد الله علي العجيل والجواد بالروز. Two fences down, 4 and 10, 8 seconds to be added, the final time for عبد الرحمن نصار.
The final time is 7662. In the arena now, Abdullah Jail, Abdullah is riding Bill Rose. وبالتالي إضافة 4 ثواني يصبح الزمن 83 ثانية لعبدالله العجيل وبيل روز. في أرض الميدان الآن مشارك رقم 4 في القائمة راشد فرج العذبة ووكيكي. So dropping the last fence, 4 seconds to be added. The final time will be 83 seconds for عبدالله العجيل riding Bill Rose. In the arena now riding وكيكي راشد فرج العذبة. الحاجز 8 بي وبالتالي إضافة 4 ثواني يصبح الزمن للفارس راشد العجبة وكيكي 78 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. معنا في أرض الميدان علي سفرميحي ورافينا 3-2-3. The final time for راشد العجبة riding وكيكي 7-8.03. In the arena now riding عفوا اذا في ارض الميدان الان هادي بريك المري وفيلفت. يتاخر الفارس علي الرميحي بعد ذلك. ان ارينا ناو هادي بريك المري ان هادي از رايدنج فيلفت. Yeah.
للأسف اسقاط آخر حاجز الحاجز رقم 12. إذا إضافة 4 ثواني للزمن يصبح زمن الجولة للفارس هادي المري وفلفل 80 ثانية و36 جزء من الثانية. معنا الآن في أرض الميدان مشارك رقم 5 علي يوسف رميحي ورافينا 3-2-3. So the final time for Velvet and Hadi Almiri is 80.364 seconds. We're added for knocking the last fence, fence number 12. In the arena now, riding Ravina 3-2-3, Ali Yusuf Rumehi. الفارس علي يوسف رمحي ورافينا 3-2-3. في أرض الميدان الآن مشارك رقم 7 عبد الرحمن محمد صعاق وسيدو لي. So that was a nice clear round and the time of 80.36 for 70.38 for علي رمحي riding رافينا 3-2-3. In the arena now riding سيدو لي عبد الرحمن محمد صعاق. بدون نقاط جزاء وبدون إضافة أي ثواني وزمن سريع 69 ثانية و50 جزء من الثانية للفارس عبد الرحمن الصعاق وسيدو لي. في أرض الميدان الآن مشارك رقم 8 حمد علي العطية حمد والجواد فيدال. So that was the fastest time 69.50 for عبد الرحمن الصعاق and سيدو لي the fastest so far. In the arena now riding فيدال حمد علي العطية. Oh,
انخفاض الحاجز 8 بي يصبح الزمن 81 ثانية و41 جزء من الثانية. كانت نتيجة الفارس حمد العطية وفيدال. إذن أفضل نتيجة مسجلة الآن بزمن 69 ثانية و50 جزء من الثانية للفارس عبد الرحمن الصعاق وسيدولين. That was 81.41 for حمد العطية and Vidal. We added 4 seconds for dropping fence number 8B. In the arena now, riding Arizona, مبارك يوسف الرميحي. في أرض الميدان الآن مشارك رقم 9 الفارس مبارك يوسف الرميحي والجواد أريزونا. يا نديبي فوق حمرة من وهيبة شفها الشلات لا طال المسيري حثها تلحق مع الخيل النجيبة حثها واللي ورا عمره قصيري صوب دار الخل والعنوة قريبة خذ سلامي للكبير وللصغير الولد والعود الأحدب ينغزيبه لابتي عسافة القرم العسيري النشيبة يوم هوجس في النشيبة عقب ذاك الحوم لا لعب الصفيري. ما شاء الله زمن سريع 68 ثانية 79 جزء من الثانية لمبارك الرميحي وأريزونا أسرع زمن مسجل إلى الآن. في أرض الميدان الآن مشارك رقم 10 الفارس أحمد محمد البادي وتوليب ديلاكوفا. So the fastest time 68.79 was for مبارك الرميحي riding Arizona. Well done. In the arena now riding توليب ديلاكو أحمد البادي. حاجز 5A إضافة 4 ثواني يصبح الزمن 79 ثانية 87 جزء من الثانية لأحمد البادي وتوليب ديلاكوفا. في أرض الميدان الآن المشارك رقم 11 الفارس بدر محمد الدرويش والجواد ويلكو. So dropping fence number 5A 4 seconds was added. The final time for أحمد البادي riding توليب ديلاكو is 79.87. In the arena now riding ويلكو بدر الدرويش.
إسقاط 4 حواجز إذا إضافة 16 ثانية يصبح الزمن النهائي لجولة الفارس بدر درويش وولكو 104.74 ثانية جزء من الثانية. معنا الآن في عرض الميدان مشارك رقم 12 في القائمة الفارس الشيخ محمد بن ناصر الثاني والجواد دولار فاندي زانو. 16 seconds was added, so the final time for Badr Darwish is 104.74. In the arena now, riding Dolarva, he's rider number 12, Sheikh Mohammed bin Nasser Al Thani. الزمن 93.49 جزء من الثانية للفارس الشيخ محمد بن ناصر الثاني ودولافان. في عرض الميدان مشارك رقم 13 الفارس حمد ناصر القاضي وريفالز كالفادو. So the time for the round for Sheikh Mohammed bin Nasser الثاني riding دولافان is 93.49. In the arena now riding ريفالز كالفادو حمد ناصر القاضي. حواجز إضافة 12 ثانية على زمن الجولة ليصبح 86.50 كانت نتيجة الفارس حمد القاضي وريفالز كالفادو. في أرض الميدان الآن فارس فالح سويد العجمي وزورو زين.
3 fences down, 12 seconds were added to the time. The final time for Hamad Al-Qadi and Calvado is 86.50. In the arena now, riding Zoro Z, Falih Swayed Al-Ajwi. Allah, Allah, min ya'adi wotanna. الزمن كما نرى على شاشة 81 و20 جزء من الثانية لفالح سويد العجمي وزورو زين. معنا الآن في أرض الميدان مشارك رقم 16 عوض القحطاني والجواد لبغمير. So the time was 81.20 for فالح سويد العجمي riding زورو زين. In the arena now riding لبغمير كي عوض القحطاني.